السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا ويانا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية اللي راح نقراها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. الموضوع الأول مشاهدينا الكرام عن معاناة سائقي الشاحنات عند السيطرات الأمنية. يعاني سائقو الشاحنات بالمحافظات العراقية من انتشار ظاهرة الابتزاز عند نقاط التفتيش والحواجز الأمنية على الطرق الخارجية وفي مداخل العاصمة بغداد، ويتم فرض أتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد للسماح لهذه الشاحنات بالعبور، تدفع حتى تعبر. واتهم سائقو الشاحنات في بغداد القوات الحكومية المدعومة اللي تقف عند نقاط السيطرات الأمنية في جسر ديالة، اتهموها بفرض أتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع بحسب حمولتها ووفق تقديراتهم الخاصة. وطبعا هذا الأمر يسبب بتأخير المارين عبر هذه السيطرات، وخرجت المطالبات من سائقي الشاحنات من أجل تدخل حكومة محمد الشيع السوداني من أجل وضع حد لهذا الأمر ولهذه الابتزازات. خلونا نشوف هذا المقطع. السلام عليكم أستاذ محمد. أنا أصور لك إياه معاناة سيطرة جسر ديالة مع المدخل بغداد. يعني أنت ذيك المرة نشرت قلت جاي يشتغلون بيها، وأكثر من مرة يقولون الكتاب صادر وكل شيء ماكو باقي على حطته. يعني الازدحام من قواصي لا يخلون واحد، يعني عود اليوم كيفين راجعين من وقت لهن وش ازدحام لقيناه. ويانا الحجي تعب بس من النمرة. والله العظيم ما وحش خير صور له السيطرة. هي هاي السيطرة بصر لك شايف الشريف هذا ابو الفقراء. نكمل مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. من سنوات الاحتلال الأولى العراق يشهد فوضى كبيرة وغياب لاسم الدولة بشكل تقريبا كامل، بعد أن تحولت الميليشيات إلى التحكم الكامل بالمعابر بين المحافظات العراقية وفرض أتاوات على المناطق اللي تسيطر عليها، حتى تحولت إلى واحدة من ظواهر الفساد اللي تنخر الوزارات والمؤسسات الحكومية. العديد من سائقي السيارات وتحديدا سائقي الشاحنات اشتكوا من تعرضهم للابتزاز المالي المستمر، وتحديدا بالسيطرات المنتشرة على الطرق ما بين أو على الطريق ما بين بغداد وديالة، وأكدوا ودفع أتاوات تتراوح ما بين 85 ألف و 50 ألف دينار عراقي من أجل إكمال طريقهم، في ظل صمت قائد عمليات ديالة وتجاهله لمناشدات سائقي الشاحنات المتكررة. خلونا نشوف. خلي نشوف لنا حل لهاي السيطرة جاكوار اللي موقعها على السياح اللي يربط بين بغداد بعقوبة من جهة تقاطع النهروان والمدائن. زين خلي نشوف لنا حل لهاي السيطرة. هاي السيطرة هسه بعدلها بعد 3 كيلوات يلا توصل السيطرة. السيطرة مسدودة من الثنتين الظهر. زين والله شنو السونار ما يشتغل، السونار ما يحول، السونار عاطل. زين وجاي يلعبون على هاي الناس، هاي الناس من الظهر لهسه لا اكل لا شرب. زين وهذا الجو البارد وانت تعرف، شوف الزحام وين واصل، ضاع الزحام وين واصل. عبر السيطره مال دياله، مدخل دياله اللي صار على طريق السياحي. شوف هذا عبر سيطره دياله، اذا ما عبر سيطره دياله فكيلو او كيلو. زين من الثنتين الظهر واقفه العالم، وهاي شوف هاي شوف بعدك شوف بعد اصلا ما يقل عن كيلوان بعد يلا توصل السيطره. زين والله شنو السونار عاطل. السونار احنا ندري به هذا هو استثمار. زين اذا المستثمر ما يعني ما يجي يشوف السونار مالته، ما يشوف هاي العالم اللي هو حضره جنابه قاعد على بيته. زين وفلوس واردات تجي من الدوله ما نعرف الله ليش قد من ورا هاي السيطره. خلي شو يجي يشوف شارع هاي الناس التعبانه، هاي الطبقه اللي مظلومة من ذاك الزمن لهذا الزمن. طيب خلونا نشوف التعليقات اللي وردت على هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. حسين يقول
أي والله أي فائدة ما بيها غير بس تأخر العالم، لأن تفوت تلقى الشرطي أصلا حسب بباله وصافن رايح بغير عالم. تعليق من يوسف يقول لازم يشيلون كل سيطرات بغداد، ما حد طيح حظ الشارع غير السيطرات. تعليق من أبو الجود يقول أي والله يا ريت، لأن صدق بس ازدحام وكل فائدة ما بيها. وعندنا تعليق من مناف يقول يا ريت والله دمرتنا هاي السيطرة صار سنين. خلونا نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل بشأن هذا الموضوع، وطبعا أنتظر مشاركات حضراتكم مشاهدينا الكرام عبر الأرقام المخصصة لتظهر أمامكم أرقام الهاتف، أو من أجل إرسال رسائلكم النصية تقدرون تستخدمون الرقم الخاص للواتساب. السيد عبد الرزاق من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو رأيك بموضوع السيطرات الأمنية؟ هل منها أي فائدة سيد عبد الرزاق؟ السيطرات الأمنية أستاذ محمد ضرورية، لأنه هاي السيطرات توجد لحماية المواطنين وتسهيل حركة السير. لكنه إحنا اليوم عندنا يعني كحكومة وكدولة يسودها الفساد وسوء الإدارة. يعني لما ضابط السيطرة أو الشخص المسؤول عن السيطرة يشتري المصب، يعني شو راح يتصرف ويا الناس؟ فحتما ياخذ الأتاوات، ياخذ يعقل السير مالتهم. فهي المشكلة العملية السياسية هذا الأساس مالتها وتمشي بهالمنهج. احنا يا أخي ما عندنا نظام دولة ولا عندنا قانون اللي يحكم البلد. طيب اللي يحكم بس البلد بس قبل نروح قبل نروح لهاي الجزئية، ذكرت بأنه السيطرة الأمنية نعم ضرورية مثل ما تفضلت، قلت بأنه من أجل الحفظ الأمن وكذلك تنظيم حركة المرور من وإلى المحافظات. هل تقوم السيطرات الأمنية الموجودة اليوم في العراق ونقاط التفتيش بهذا الدور؟ مو كل السيطرات أستاذ محمد. أكو سيطرات يعني مداخل محافظة عين شيخ، سيطرات يعني عندما أروح المحافظة المحافظات أشوف يعني استيعابية المرور وسير العجلات يعني بصورة صحيحة. لكنه السيطرات اللي إلها شو مثل ما تقول مورد مالي، فهاي يشتروها الضباط أستاذ محمد، يشتروها الضباط أو المسؤولين على السيطرات. فذولا مدفوعين منين؟ من قبل الأحزاب والميليشيات هي اللي تدفعهم بهذا الطريق، فيحاولون يعرقلون سير. طيب السيد وزير الداخلية وإضافة هموم إلى هموم المواطن العراقي. تمام. وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اللي طلع قبل يومين دا يوبخ وموقف قدامه المنتسب بجهاز مكافحة الإجرام اللي اعتدى على شرطي مرور بالكوت، ما شفنا وقف قدام الضباط الفاسدين اللي موجودين بالسيطرات الأمنية وأمر بالتحقيق وياهم وأمر بمعاقبتهم، وطلعت وسائل الإعلام وهي تلتقط هذه الصور إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وهو قاعد يحاسب الفاسدين المرتشين اللي استغلوا المنصب والرتبة العسكرية حتى يبتزون العالم. ليش ما نشوف وزير الداخلية دا يتبع أو دا يمارس هذا الدور اللي هو المفروض يمارسه؟ هذه هي الوظيفة الحقيقية وهذا هو الدور الحقيقي لوزير الداخلية، بدل ما يقعد يستعرض على العالم أنه وقف قدام واحد ضرب له شرطي مرور. طبعا هي القضية قائمة والموضوع بالنهاية أرواح بشر، لكن الضرر الأكبر دا يجي من هذه السيطرات اللي دا يعبر عن طريقها، تعبر المخدرات وتعبر المتفجرات وتعبر الأسلحة وكل المحرمات، لأنه الناس دا تدفع. يعني أكو ناس يعني دا تدفع من أجل تمرر بضاعتها، وأكو لا، أكو دا يدفعون حتى يمررون مواد تؤذي المجتمع أو أشياء تسبب دمار للبلد. ليش ما دا يحاسب؟ أستاذ محمد شوف خليني أقول لك، لا وزير داخلية ولا وزير دفاع ولا وزير أكبر مؤسسة أمنية بالعراق، دولة كلهم لا ينشون ولا ينشون. خلينا أحكي لك هيك طق بطق. فوزير مجرد هذه لازم له وزارة، لكنه اللي جاي يتحرك واللي يقود البلد. يا أخي الميليشيات،
فهذا الوزير يجي على الشغلات البسيطة، أما السيطرات أو المنافذ اللي تعود للأحزاب ما يندق وياهم لأنه يعرف مصيره شنو. فإحنا أنا قلت لك بداية الكلام، إحنا اليوم ما يقودنا نظام دولة، قودنا ميليشيات. يعني هذه الميليشيات هذا المنهج مالتها وهذه الأساليب مالتها، تحاول يعني تمتص خيرات البلد، تحاول تنتقم من هذا المواطن بسبب العراقيل اللي توضحها، بسبب الفساد، بسبب يعني هواي أمور يحاولون عن طريق هاي الميليشيات اللي صارت نقمة على العراقيين. يعني ما يردون يعني يخدمون هذا البلد، هم كل همهم هم سرقة خيرات هذا البلد. فلا وزير ولا رئيس وزراء، حتى رئيس وزراء صدقني ما يقدر يتحرش فيهم. طيب جميل الكلام، جميل جدا سيد عبد الرزاق من بابل، أشكر حضرتك وقتي فيك بهذا القدر. إذا هم رجال دولة مثل ما يقولون خلي يثبتون هذا الشيء على الأقل، على الأقل بالسيطرة على الفساد الموجود بالسيطرات الأمنية ومحاكمة ومحاسبة الضباط الفاسدين والمرتشين واللي يبتزون العالم. إذا هم رجال دولة وقادرين على تنفيذ واستخدام الصلاحيات الممنوحة لهم من ضمن مناصبهم أنه يطبقون هذه القوانين والأنظمة ويعاقبون كل الفاسدين والمرتشين. احنا شفنا شيء لغاية الآن، لا مضى على حكومة السودان أكثر من سنة ولغاية الآن لا وزير الداخلية ولا وزير الدفاع، وكلهم طبعا نقضيها استعراضات، ولا محمد الشيع السوداني سووا أي شيء يتعلق بضبط الأمن والحفاظ على أرواح الناس وحماية العراقيين من ابتزاز من يستغلون القانون. ويانا أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، لا حكومة السوداني ولا الحكومة قبلها ولا الحكومات اللي هاي صار 21 سنة، احنا لا شفنا مثلا وزير تحاسب، فد مسؤول تحاسب، فد محافظ تحاسب، دول اللي يبوقون المليارات ما شفناهم يتحاسبون ينسجنون. ما اخي دول واحد يستر على الاخر، يعني علي بابا رقم سريع، رقم سريع، انت فتحت موضوع حلو. رقم سريع، بحسب لجنة النزاهة اكو 54 وزير عراقي فاسد من 2003 إلى اليوم متهمين بقضايا فساد ومثبتة عليهم، وينهم؟ موجودين يعني جاي يشتغلون. هم شنو هم مثلا محافظ حرامي بدل ما يشيلوا لا دور ينصبوه أعلى، أعلى من المحافظ، وزير يطلعوا بغير وزارة. أخي هم دولة واحد يستر علاق وكأنما واحد ماسك علاق بديوات فيديوهات رشاوي، فيديوهات دعارة حش السامع. يعني هاي بلد يحكموه ميليشيات وعصابات، ايش تتوقع منه؟ يعني هذا الشعب العراقي ايش يتوقع من دولة؟ يتوقع بناء؟ يتوقع عمار؟ اخي دولة ما جايين للعمار، ما جايين للبناء، دولة جايين للبوق والنهب والعمالة والخيانة لبعض الدول. لا اكثر ولا اقل. تعليق على موضوع السيطرات الامنية سيد ابو علي، يعني كم من حادث دخلت عن طريق سيارات ملغمة أو عبرت من خلال هذه السيطرات مخدرات أو كحول أو أسلحة أو غيرها من هذه الأمور اللي مخالفة للقانون مرت عن طريق السيطرات الأمنية؟ سألت السيد عبد الرزاق من بابل وقال بأنه السيطرات وجودها ضروري لأنه هي تحمي، المفروض توفر الأمن للناس وتنظم حركة المرور من وإلى المحافظات، لكن عجبا هل هذا الموضوع معمول به بالسيطرات الموجودة اليوم بالعراق؟ أبدا. السيطرات عبارة عن أذية ونهب الشعب العراقي. هذه السيطرات كلها ميليشيات أخي، هذه السيطرات مو حفاظا على الشعب العراقي، هو ما في شيء أصلا، بس هي هاي أتاوات وبوق ونهب. هاي ذاك اليوم طلعوا هم بيناتهم يقول له انت هاي سيطره الحله تابعه لحزب الدعوه، سيطره فلان تابعه المجلس الاعلى، تابعه التيار الصدري، تابعه الفيلق بدر، سيطرات الميليشيات تابعه حتى الحزب الله. تصور اكو سيطرات بالعراق تابعه لحزب الله اللبناني، يعني شوفوا احنا وين وصلنا. هذه السيطرات ما لها كل داعي، بالعكس هذه السيطرات مضره للشعب العراقي. يعني اكو ناس توقف ساعات على مود السرعة، وعلى شنو انتوا جيت تفتشون؟
بالعكس المخدرات جت تدخل والعدة سلاح يدخل والحرامية والمجرمين. كم من مواطن عراقي بريء اعتقل وتم تغييبه من هاي السيطرات؟ أحسن كله أكاذيب أكاذيب. أنا يعني تدري يا أبو علي، تدري يا أبو علي أكو ناس بالعراق يقسمون وهم شافوا بعينهم، يقول لك أكو سيطرات تعبر من يمها إذا ما تبتسم بوجه المنتسب أو الضابط الموجود المشرف على هاي السيطرة وتنزل جاماتك كلهن وتضرب له تحية سلام يعتقد أنه أنت تنظر له نظرة غلط فيحقر وياك، يعني ممكن يبتزك، ممكن يعوفك منتظر يعبر الكل وانت تظل واقف تنتظر، وممكن يعتقلك. نعم نعم، هذه السيطرات مصنوعة مدلة الشعب العراقي وإهانة الشعب العراقي، سيطرات ما إلى كل معنى وما إلى كل داعي. بس تعال نعم. هذا الشعب شو وقت يفهم شو وقت يصحى ما جاء نعم. نعم. أشكرك أبو علي، شكرا جزيلا كنت معنا من لندن. طبعا عراقيون عبروا عن حزنهم من تحول عاصمة بلدهم من حاضرة الدنيا إلى مدينة عيش واقع مؤسف بسبب التدهور الخدمي في وقت يستنزف به البغداديون ساعات طويلة من يومهم بسبب الازدحامات وسوء تنفيذ مشاريع توسعة الطرق اللي أطلقتها حكومة محمد الشاه السوداني. طبعا يجمع العراقيون على أنه الفساد الحكومي وانعدام الخطط الاستراتيجية للعناية بالعاصمة بغداد من قبل حكومات ما بعد 2003 هو السبب بالتدهور المعماري والخدمي اللي تعيشه المدينة واللي يتفاقم بشكل لافت مؤخرا بعد مشاريع توسعة الطرق اللي تنفذ بشكل عشوائي ومتخبط. طبعا مواطنون أبدوا استغرابهم من عملية إزالة مقتربات جسر الجادرية لإعادة تبليطه أو تعبيده وقطع الطرق المؤدية للجسر في وقت الناس يقولون أنه الجسر والطريق بحالة جيدة وبعده يحافظ على جودة تعبيده. خلونا نشوف هذا المقطع اللي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من بغداد. باع جو الجسر ما جادرية، الساحة ما جادرية جو الجسر، شلعوه فلوس زايدة وجايب اللطوم من جديد، هو شبيه كل شيء ما بيه شلعوه راح يبلطوه من جديد، هاي الآليات جاي تحفر ويريد يبلطوه من جديد، هاي البوق وين البوق؟ هذا البوق، باع جو الجسر ما جادرية، الساحة ما جادرية جو الجسر، شلعوه فلوس زايدة وجاي يبلطوه من جديد، هو شبيه كل شيء ما بيه شلعوه راح يبلطوه من جديد، هاي الآليات جاي تحفر ويريد يبلطوه من جديد. هاي البوق وين البوق؟ هذا البوق. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. سبق أن أعلن رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاه السوداني عن وضع 19 مشروع لحل المشاكل المرورية في بغداد، لكن الحال في شوارع العاصمة لم يتغير بعد الإعلان عن هاي الحملة، وانتقد ناشطون طريقة عمل الشركات المكلفة بتنفيذ المشاريع اللي أعلنت عنها حكومة السوداني بعد استعانتها بعمال لا يمتلكون خبرة كبيرة في تشييد وبناء الجسور واللي تتطلب من مواصفات وضوابط معينة، وسط مخاوف من تبعات هذا الأمر على أرواح العراقيين. طبعا أيضا أثار تهديم طريق أو طرق حيوية وجسور وساحات مهمة في بغداد دفعة واحدة أثار جملة من التساؤلات حول مدى سرعة إنجاز المشاريع في وقت تحول به العراق لمثال على المشاريع المتلكئة بين دول العالم. هنا نجي للجزء اللي مرتبط بالمقطع. سخر عراقيون من المدة اللي راح تستغرقها الطواقم المكلفة بإنجاز هذه المشاريع من أجل تشييد الجسور اللي جرى هدمها. خلونا نشوف هذا المقطع. حبيبي هذا الجسر على الخير وعلى البركة لجميع أهل بغداد، هذا هدي من ساحة عدن يمر بالجسر هذا مال اللي يوديك على اسكان يوصل تدري وين بالضبط؟ يقولون حسب حكيهم الحد جسر لندن، يعني هذا راح يمشي منا لندن خير من الله، بس الإنجاز مالته أعتقد بال2080 حسب آخر المعلومات اللي عندي. هذا شو وقت الجسر يخلص؟ والله العظيم ملينا بالقرآن، ماكو شيء ماكو شيء، الشارع كله مسدود. ها ما ساحة عدن بعد 10 سنوات
والله العظيم راح يخبص بالقرآن، بالقرآن راح يخبص. طيب خلونا نشوف التعليقات على هذه المقاطع. تعليق من عماد يقول: يا معودين عندنا جسر بالناصرية صار له 17 سنة احنا عابريكم. محمد الشمر يقول: عندنا بالعمارة نفق الدبيسات بدوا بي من 2010 وإلى الآن ما مخلص. أبو أحمد يقول: بس شغلة واحدة، هذا خوما يوقع على رؤوس الناس بعد سنة. يتساءل أبو أحمد، والجواب هو يعتمد على نوعية البناء. فرقد يقول: شغلة واحدة مدوختني، المليارات وين كانت تروح؟ هسه يلا بدوا أو بدت جسور وإعمار؟ وهذا سؤال يطرح ويحتاج إلى إجابة. طبعا اليوم أعلنوا أنه محمد الشيع السوداني أو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء أعلنوا عن الذمة المالية، إقرار الذمة المالية اللي يتم دائما كل سنة للمسؤولين. عجب أي واحد من المواطنين العراقيين عرف شنو الممتلكات أو حصيلة ثروة المسؤولين بالعراق؟ هم دي يقولون دي يعلنون عن الذمة المالية مالتهم أو يقروها، لكن من منكم مشاهدينا الكرام يعرف المسؤول الفلاني إيش قد عنده قبل لا يدخل إلى المنصب، قبل لا يدخل إلى العراق في 2003، وإيش قد عنده الآن؟ لماذا لا تصرح الجهات المسؤولة والبرلمان عن ممتلكات المسؤولين بشكل واضح ودقيق قبل 2003 وبعد 2003؟ هذا يمكن اللي يجاوب على سؤال فرقد. ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام، إلى موضوع التعليم بالعراق. امتلك العراق بسبعينيات القرن الماضي نظام تعليمي كان الأفضل في الشرق الأوسط، وذلك بحسب تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم يونسكو. قدرت نسبة المسجلين بالتعليم الابتدائي في ذلك الوقت 100%، وكادت الحكومة في وقتها أن تقضي على الأمية بشكل تام، غير أن التعليم تراجع بعد أن بات العراق من أكثر بلدان المنطقة اللي تعاني من نقص في المدارس بسبب الاحتلال والحصار والحروب اللي صارت بعد ذلك. وهذا الموضوع قلل الاهتمام بالتعليم اللي يعاني طبعا اليوم في العراق من سنوات طويلة من إهمال حكومي وضعف كبير في استحداث مدارس جديدة وترميم القديمة، إلى جانب النقص في الملاكات التعليمية اللي أثر سلبا على مسيرة التعليم في العراق. وبالرغم من حاجة البلد للمدارس في ظل الدوام المزدوج الثنائي والثلاثي والرباعي، لكن السلطات الحكومية في العراق لا تزال تهمل العديد من الأبنية المدرسية اللي جرى إنجاز مراحل متقدمة منها بشكل كبير. البعض طبعا احنا نقول وسط تساؤلات من الناس، من ذوي الطلبة، من الناشطين، من المراقبين عن أسباب هذا الإهمال. لماذا تترك هاي المدرسة اللي هي شبه منجزة دون أن يكتمل إنجازها من أجل أن تخفف من الضغط الموجود على بقية المدارس؟ هذا المشهد والمقطع من ناحية الإسكندرية في محافظة بابل، خلونا نشوف. هاي المدرسة بناحية الإسكندرية، يعني بابل بالمسيب بالإسكندرية، هاي المدرسة يعني شبه كاملة، يعني ناقصها يعني شيء كهربائيات ورحلات وهاي وكاتب تدريس، وهي المدرسة حكومية. هاي صار لها تقريبا 4 سنوات على هاي الحطة، أكثر من 4 سنوات والله. وهنا الطلبة عندنا يعني دوام صباح وظهر والعصر همي، يعني زخم بالطلاب. وهاي المدرسة جاهزة يعني ما يراد لها شيء، يعني مو صعبة، يعني صعبة على على الدولة أو غير شيء. يا ريت يعني أنت من وجهك الكريم تنزل منشور بلكة الله حد يسمعك ويجون يكملوه. والله لو شوف الطلاب شيء فوق شيء، وأنت أعرف بعد بحال العراق زين. وهاي كاملة هاي يعني بس رحلات وكهربائيات زين، يعني ما يراد لها شيء، يعني هاي كلها وقدامها ومدرسة كبيرة هي وخير من الله. استمر ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. لا تزال معظم المدارس في مختلف المحافظات العراقية لا سيما محافظة نينوى هي خارجة عن الخدمة، وبالرغم من الأموال الطائلة اللي صرفت، لكن لا تزال هذه المدارس غير مجهزة عمليا لاستقبال الطلاب في صفوفها، لأنها تفتقر إلى الأساسيات من أجل استكمال العملية التعليمية. طبعا هناك مشاكل كثيرة، منها المقاعد الدراسية، الألواح، ألواح الصبورة مثل ما معروفة، والكثير من التجهيزات الأخرى للمدارس، إضافة إلى أن معظمها
بحاجة لإعادة بناء وترميم، لأن الموضوع هذه المدارس تعرضت لأضرار كثيرة، وأيضا عامل العمر أثر على جودة البناء، وطبعا أيضا هناك غياب تام للبنية التحتية نتيجة الإهمال الحكومي. في مدينة الموصل رصد ناشط حال مدرسة من الغرف الكرفانية وسط مخاوف من مخاطر هاي المدارس على أرواح الطلبة بسبب وجود تماس كهربائي في أجواء الشتاء في بلد الميزانيات الانفجارية. لا نزال في 2024 عندنا مدارس كرفانية ومدارس طينية. خلونا نشوف. والله العظيم الموصل تريليونات اجتها ورا ما انتهت داعش، تريليونات اجتها مساعدات. هاي مدرسة مال أطفال، مدرسة ضفاف دجلة بسنجار بالموصل، باعوها. المدرسة عبارة عن كرفانات مكسرة. الله يقبل محمد. معقولة؟ معقولة كويش مدارس؟ معقولة هيك أطفالنا يداومون بهيك بهذلة؟ هاي بالموصل بسنجار. وين راحت المليارات اللي اجت مساعدات؟ مليارات الموصل انصرفت عليها والله. طيب نشوف التعليقات هسه مشاهدينا الكرام، وننتقل بعدين إلى موضوع آخر. عندنا تعليق من أيمن يقول: والله صدقت، لا يوجد كوادر في الموصل، ولا يوجد تدريس ولا كتب، يذهبون للمدارس ويعودون بلا تدريس. عندنا أحمد يقول: من أهم منجزات الأحزاب جعل المواطن متخلف لغرض يكون مطيع لهم أو يركض خلفهم بدون نقاش. حسين سعيد يقول: سوء وفشل في إدارة ملف التعليم وغياب الرؤية للمستقبل، لأن المحاصصة من جاءت بالإدارة العليا الأقسام والشعب والوحدات حتى يدفع بأولياء الأمور للتفكير بالمدارس الأهلية. الآن السياسي هو التاجر وهو المستثمر، لا يوجد رقيب ولا حسيب. عندنا تعليق من علي يقول: الفساد تحول من سرقة من السرقة والنهب إلى التخريب المتعمد، الأجيال والتعليم هم المستقبل، إذا انتهوا انتهى كل شيء. خلونا نسمع من ويانا سيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام الأعزاء. كل الهلا كل الهلا يا أبو عمر. أستاذ محمد، إحنا للأسف يعني نعرف العراق يعني قبل 2003 بالقرن يعني بالتسعينات بالثمانينات بالسبعينات كلها كان يعني العالم كله يعني إله يعني إله العراق إله صيته إله سمعته إله مكانته، من حيث يعني الدكاترة، من حيث العلماء، من حيث الناس المثقفين، من حيث الناس الطبقات العليا اللي هي الحكومة كانت تتعب على المواطن وعلى الطالب، ومن يتخرج كلياتها وجامعاتها ومن كان يروح يدرس للخارج ويطلع شهادة عليا تفتخر به الشعب وتفتخر به الأمة وتفتخر أيضا الحكومة به، لأنه كل هاي الحكومة واليوم هي مسؤولة على هاليوم. أستاذ محمد للأسف إحنا ما عندنا أي تقدم وما عندنا أي تطور وما عندنا أي مدارس يعني تحتاج إلى رحلات، تحتاج إلى أبنية، تحتاج إلى مستشفيات يعني طبية، يعني كل هاي للأسف نلقى هاي الأمور صارت بالفساد. نلقى النوادي الليلية، نلقى الكوفيات كلها ممتلئة، كلها المستلزمات اللي يردوها، التجهيزات من حيث يعني الصيف، السبالت، التكييف الشتاء والصيف، كل هاي المباني الفاسدة للنوادي الليلية. طيب يعني أنا بس عندي سؤال أبو عمر، هم اليوم يعني دي يقولون إحنا انتقلنا بيكم من نظام عيشكم الجهل والتخلف، نظام عيشكم الفقر والحاجة، وكان يقمع بيكم، ودائما يقولون بأنه النظام السابق مثل ما يقولون بكل كلماتهم وكل خطاباتهم كان معيش العراقيين بفترة مظلمة. طيب أنتوا اجيتوا بعد 2003، عندكم الإمكانيات المادية وعندكم الدعم الدولي وصاركم انفتاح على العالم وصاركم سفر وحرية تنقل، ويعني كثير من الأمور اللي صارت اللي المفروض تحول هذا البلد من الفترة المظلمة إلى الفترة المضيئة المنيرة، إلى التقدم، إلى ناطحات السحاب، إلى المستشفيات العملاقة المتطورة، إلى الشوارع اللي هي صارت من أساسيات أي دولة بالعالم أن تكون أكو شوارع معبدة، الكهرباء الموجودة. اليوم دي يحتفلون بمناسبة ذكرى نفوق الإرهابي قاسم سليماني والإرهابي الآخر أبو مهدي المهندس التابع مالته.
طيب، وطبعا كل المحافظات العراقية كلها حظر، المدارس سدوها، الجامعات سدوها، كل يوم عطلة حتى يحتفلون بإرهابيين بإرهابيين. طيب ليش ما تحتفلون بإنجازات سويتوها لهذا البلد طيلة 20 سنة؟ وين إنجازاتكم؟ استاذ محمد، بالنسبه الذكرى اللي عندهم الارهابيين اللي قتلتهم الامريكان، فاحنا كعراقيين ما نمثل هذول سلطه الاحزاب وهذه الميليشيات، هذول الناس مجاميع. اذا مثل ما تفضلت انه كان بالبصره وبالمحافظات بغداد، يعني شوفهم نفس هذول الناس الوجوه، نفس الناس الفاسدين اللي يدعمون بهذه الذكرى استشهاد المهندس وسليمان. وزير التربيه، وزير التربيه جابر طلبه المدارس الابتدائيه انه يوقفون دقيقه حداد على روح الارهابي المهندس. يعني شايف هذا، يعني شايف الى اي مرحله يريدون يوصلون اجيال العراق؟ يريدون اليوم اجيال العراق، أجيال العراق الأطفال يدخلوهم، طبعا يدخلون عليهم السياسة ويدخلون عليهم على أفكارهم وعقولهم، يشوهوها ويلوثوها بهذه الشخصيات وهذه الوجوه العكرة اللي راحت إلى إن شاء الله جهنم. تمام، يدمرون أجيال العراق، يدمرون أجيال العراق ويوقفوهم دقيقة حداد على من قتل أبناء العراق بالمحافظات الغربية. استاذ محمد، بالنسبة انه الاطفال اللي موجودين عندنا والمدارس بالبداية ما يعرفون المهندس منو، سليماني منو، لو هم يصدق انه يعرفون هذول القادة اللي دافعوا عن شرف العراق وعرض العراق مثل ما يقولون، انه ليش انه المدارس لحد الان ما بيها اي كتب وما بيها اي قرطاسيات وما بيها اي رحلات وما بيها اي وسائل يعني تحملها الطالب كلام الكتاب الصيف. نعم كلام سليم. يعني بدل ما يعطلون الدوام يوم اللي هو هذا يتعلم به الطالب، أهم وأولى 100 مرة من أنه هو تغلق المدرسة ويقعد بالبيت حتى تزيد أيام العطل ويزيد التراجع بمستوى التعليم اليوم بالعراق. مثل ما تفضلت، المفروض رحلات، تطوير للمدارس، الاهتمام بالتعليم، تكثيف الجهود من أجل النهوض بالأجيال، مو يوميا منطيهم عطلة على أمور تافهة. هذه العطل استاذ هي تخرب من يعني نغفل يعني الوقت بالتعليم ونغفل يعني الامور اللي قدمها بشعب الدوائر كلها. نعم نعم سيد ابو عمر، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. هواي من العراقيين طرحوا سؤال وخوف طبعا من تحويل يوم موت او مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني الى يوم وطني، وهو اللي دي يصير اليوم. يعني هذه العطل اللي أطلقتها المحافظات بمناسبة موت هؤلاء أو هذين الشخصين، وعطلوا المدارس اللي هي يعني وضع التعليم بالعراق أصلا من سيء إلى أسوأ، فما بالك بكثرة أيام العطل وكثرة أيام إغلاق المدارس. إلى ماذا سيقود هذه الأجيال؟ إلى أين سيقود أجيال العراق؟ أطفال العراق، شباب العراق، الفتيان اللي يداومون بهاي المدارس ابتدائية للجامعة، لما تتعطل مسيرتهم التعليمية بسبب هكذا أمور، شنو نوع الأجيال اللي راح تتخرج بالمستقبل؟ طبيعة المقدرة العلمية اللي عندهم، المستوى العلمي اللي حيوصلوا له أو المستوى العلمي اللي راح يتمكنون منه في ظل هذه الانقطاعات المستمرة، في ظل غياب مدارس مؤهلة، في ظل ضعف جودة التعليم. وللعلم طبعا العراق خارج جودة التعليم بالمقاييس الدولية، هو اصلا يعني غير مصنف. فبدل ما يهتمون به، لا، يجي وزير التربيه يوقف طلبه العراق، اطفال العراق، يوقفهم دقيقه حداد على روح المهندس. طبعا ننتقل الى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام، يتعلق بالبطاله. حذر خبراء اقتصاديون من تبعات استقدام العماله الاجنبيه واللي يترتب عليها من مشاكل اقتصاديه تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي في العراق. وطبعا هذا الأمر يأتي بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين العراقيين. شدد الخبراء على ضرورة صدور قوانين تعطي الأولوية للعراقيين عن طريق منحهم حق التوظيف، إلى جانب فرض رسوم كبيرة على أصحاب العمل الراغبين في تشغيل الأجانب، وأيضا ملاحقة العمال غير القانونيين وفرض غرامات على مشغليهم. ويعزو الخبراء انتشار ظاهرة العمالة الأجنبية إلى غياب القوانين الخاصة بتنظيم عملية تدفقهم إلى العراق. طبعا على مستوى الحكومة، تفضل وزارة النفط للعمالة الأجنبية في الحقول النفطية في وقت يعاني به شباب العراق من البطالة،
حتى وصل الحال بوزارة النفط والشركات النفطية العاملة في وسط وجنوب العراق إلى أن تستعين، ركزوا يا مشاهدين الكرام، تستعين بموظفين هنود وباكستانيين حتى يعملون كسائقي سيارات في العراق، وكأنه شباب العراق لا يجيد مهنة السياقة. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام ونرجع. السلام عليكم. يعني أدري العراقيين ماكو سواق، ما حد سواق العراقيين. والله العظيم يعني شايف المصفى، يعني إلى متى يبقى المصفى عين بس هنود؟ شايف بيهم العراقيين. يعني هذا باكستاني جايبينه من باكستان هنا بس عمود يشتغل سايق. يعني شنو العراق حد سواق؟ شنو الموضوع؟ خبر. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. تحول الشاب العراقي إلى أو أصبح الشاب العراقي هو مصدر قلق لدى الكثير من الخبراء الاقتصاديين بسبب الأعداد الكبيرة اللي ما تقدر تدخل إلى سوق العمل في كل عام، وهذا الموضوع أدى إلى تفشي البطالة والفساد، حيث يقدر حوالي 700,000 شخص يغادرون المدرسة أو الكلية سنويا، والغالبية العظمى منهم غير قادرين على العثور على عمل مربح. وطبعا ارتفعت نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة بسبب انعدام الخطط الاستراتيجية للحكومات المتعاقبة والفساد الحكومي والوضع الاقتصادي المتردي وتوقف المشاريع. وبهذا الإطار أيضا يستغرب ناشطون من تحكم شركات نفطية بمصير الشباب العراقي بالحقول النفطية العراقية داخل الأرض العراقية، مثل ما يصير في محافظة ميسان، حيث تتحكم شركة صينية بالشباب العراقي العامل بحقول بلده الوطنية. خلونا نشوف. ابن البلد يتحكم به الأجنبي. بس أريد أسألكم سؤال، ابن البلد والحقول النفطية عراقية والقاع عراقية والصين يتحكم بهم ذول الشركة الأمنية؟ قعدوا قوموا بطلوا. ليش ذولا بالبترو تشاينا وذولا بالغازية الثانية بالعمارة هاي، ليش ما تحولوهم عقود على وزارة النفط على البترو تشاينا؟ الصيني يتحكم بيهم وهم تقاعهم وحقولهم. ننتقل إلى التعليقات مشاهدينا الكرام بهذا الموضوع. محمد العراقي يقول 3 مليون عامل أجنبي يشتغل في حقول نفط العراق، وابن البلد قاعد لا شغل ولا عمل. أحمد يقول دولة تايهة، هذولا أجوا من إيران دمروا العراق كله من الشمال إلى الجنوب. ماجد يقول مع الأسف الشديد بلد خيراته للأجنبي والعراقي في فقر مدقع، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة. أمير يقول كل دول العالم تشغل ابن البلد أول من يكون فائض وممكن تعطي للعامل أجنبي. طبعا يقول بالمختصر يعني البلد تنطي الأولوية، المفروض دول العالم تنطي الأولوية لابن البلد واللي فيه ضمن الوظائف، وهذا الموضوع موجود معمول به بدول الخليج. يعني مثلا بعد ما حصل اكتفاء مثلا أو وفرة بالوظائف الحكومية لأبناء البلد يأتون بهذه العمالة اللي هي الباكستان والهنود وغيرهم للعمل بوظائف معينة. ليش؟ لأن الوظائف القيمة ذات الرواتب المرتفعة تروح لابن البلد. دول الخليج المحيطة بينا نموذج بسيط على كيفية التعامل مع ابن البلد. أنا أكثر من واحد حقيقة يعني سألتهم وتحدثوا معي يحملون جواز سفر أمريكي، راحوا للإمارات يبحثون عن فرصة عمل. المواطن الإماراتي أولا ثم بعد ذلك يأتي من بعده من بقية الجنسيات، حتى لو كان يحمل جواز سفر أمريكي وغيرها. إذن أكو أولوية لابن البلد وبعدين يأتي الأجنبي. طيب إحنا ما مكتفين من الوظائف، ما عندنا فائض من الوظائف، بالعكس عندنا فائض من العاطلين عن العمل. غير المفروض أوظف وعين بمناصب محترمة وبوظائف مجزية وبعدين أستعين بخبرات بقية الأيدي العاملة الأجنبية إن كانوا عرب أو إن كانوا من جنسيات أخرى؟ ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الانفوجرافيك، الموضوع عن الربط السككي بين العراق وإيران، اللي يمثل طبعا الربط السككي يمثل الوضع
اللي تم عن طريق رئيس الحكومة اللي وضع حجر الأساس محمد الشاع السوداني، وضع حجر الأساس لهذا المشروع اللي المفروض يبلش في أيلول الماضي، واللي كان له بالنسبة لإيران أهمية كبيرة حيث يكسبها مزايا مثل السيطرة على الأسواق في العراق ودول بلاد الشام. خلونا نشوف هذا التقرير. ليش تريد الشيء للعوائل؟ فهاي العوائل ساكنه ببيوتها وما تطلع من بيوتها، اما تموت او تخلونا ببيوتها، هذا مطلبها الوحيد. السوداني أقرب لمن؟ لطهران أم لواشنطن؟ لطهران. لطهران. الدليل الربط السكتة الإيراني. ولا واحد انطرب السكتة الإيراني. ورغم أنك هذا ربط خاص للمناسبات الدينية. لا 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 لا. لو كان الربط السكتي للمسافرين كان خلوه حمولة محورية. أغلب العراقيين ليسوا مع ذلك، مع هذا الربط السكتي، مع هذا الإجراء، والدليل على ذلك هي تصريحات يعني نائب رئيس الوزراء الإيراني وزير النقل عندما قالوا، أنت ذكرت نصا من تصريحاته، ومباشرة ربطوا بين هذا وموضوع الطريق الذي سيفتح لإيران على البحر المتوسط مرورا بسوريا. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.